موسم إلنا موسم علينا، هيدا جملة أهل الجنوب لما يحاولوا يهونوا على بعضهم إذا موسم الزيتون ما كان مثمر. فالجنوبيين بيتكلوا على زراعة الزيتون كمورد أساسي، بيقطفوا بتشارين، بيأمنوا المونة، بيعصروا الزيتونات، بياخدوا الزيت واسمه بيعملون صابون. يعني باختصار شجرة الزيتون بتفيدنا بكل شيء، أو حتى بيقدروا يتدفوا على باقي حصوص الزيتون بعد استخراج الزيت منها. أهم شيء إنه هون عنا كل زيتونة لقصة غير عن التانية. أول شيء الموسم عنا كتير بيختلف إنتاجه من سنة لسنة، وبيختلف إنتاجه من منطقة لمنطقة. فهي المنطقة اللي كان فيها السنة حاملة منيح سنة الجاية رح يكون أخف، والمنطقة اللي كان فيها الحمل خفيف سنة القادمة رح يكون أحلى فيها الإنتاج. فشو يعني ينضرب موسم كامل من زيتون الجنوب؟ شو يعني تتسمم أراضي زيتون الجنوب بمادة خطيرة سامة ومحرمة دوليا؟ وكمان اليوم الزيتون اللي تعرضت للفسفور هاي كتير تأثر المزارع فيها، لأنه خسر موسم السنة المزارع ورح يخسر مواسم للسنوات القادمة، لأنه كتير لهي المادة كتير مضرة بالصحة، وخصوصا نحن عنا منطقتنا بتعتمد على هاي الموسم. يعني ما عنا مواسم كبيرة يعتمد عليها المزارع ليقدر يأمن حياته. من الناس بتنطره من سنة لسنة، موسم كتير حلو، الناس كلها بالزيتون، يعني قليل ما تشوفي ناس بتضل بتضيع، الناس كلها بتروح على الزيتون، يعني كأنه نزهة أكثر ما هي شغل. زيتوناتنا مش بس شجر، وهيدا الموسم مش بس تعب وشغل، بل عادات وتقاليد بتفرحنا وبترجعنا للأرض كل سنة. نحنا ما بيجمعنا مع أهل فلسطين بس قضية وكفاح ودم واحد، بل كمان تجمعنا شجرة الزيتون الصامتة، ونحنا رح نضلنا متجذرين بأرضنا مثل هالشجرة.